السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله حنكمل الأزمنة وحنحكي عن زمن المضارع التام المستمر. أول شغلة زي ما دايما بنحكي نعرف أو تعريف لهذا الزمن. زمن المضارع التام المستمر هو زمن يستخدم للتعبير عن حدث وقع جزء منه في الماضي وتم ولكنه مستمر حتى الآن. يعني نكتب هو زمن يستخدم تعبير عن حدث تم في الماضي ولكنه مستمر حتى الآن. طيب هذا تعريف الزمن. بدنا نحكي عن تكوين الزمن. من إيش بتكون هذا الزمن؟ التكوين يعني الأشياء الضرورية تكون لما أحكي عن هذا الزمن. أول شغلة، بما إنه عندي مضارع تام يبقى هاف أو هاز ضرورية مع هذا الزمن، هاز أو هاف، زائد بما انه مستمر هيكون في عندي اي ان او لسه قبل عندنا هاز او هاف زائد بين لانه بين تصريف ثالث، زائد الفعل زائد الاي ان جي لانه عندنا مستمر. يبقى تكوينه بيتكون من هاف او هاز زائد بين زائد الفعل زائد الاي ان جي. نحطهم مع بعض بمربع عشان ما ننساش التكوين أهم شغل. طيب نشوف إيش الكلمات اللي لما أنا أشوفها بالجملة بعرف إني لازم أحط هذا التكوين اللي هو تكوين زمن المضارع المستمر. حنيجي نكتب هان الكلمات الدالة أو الكيورد. الكلمات الدالة هما كلمتين مش اكتر، اللي هي for اخذناهم قبل هيك و since. for لمدة و since منذ. ماشي، هل جيت ناخد امثلة عشان يتوضح الاشي اكتر. أول شغلة ناخد على مثال على الكلمة for مثلا. I have been studying English for 6 years. I have، طبعا have اخترناها ليش؟ لأنه I بتاخد have. لو كان عندي هي أو شي كان قلنا أو اخترنا has من التكوين. I have been، شوف كيف احنا قاعدين بنمشي على نفس الخطوات. الverb study بنضيف له ing. I have been studying English for 6 years. For 6 years. طبعا for و since حكينا عنهم قبل هيك، كل واحدة يعني لها الكلمات اللي بتيجي معاهم. I have been studying English for 6 years. طبعا لو انا بدي اجي احل او كان مثلا مش محلولة وبدي انا اعرف ايش احط اي واي زمن اختار بهاي الجملة، بلاقي عندي for فبحكي انه بما انه في for في الجملة يبقى لازم استخدم مع الفعل اللي هو الزمن المضارع التام المستمر اللي بيتكون من has او have been الverb plus ال ing. ناخد مثال تاني على since. نقول she has been sleeping since 2 o'clock.
She has been sleeping since 2 o'clock. عندي في الجملة since اللي هي الكيورد، بعدين بأجي لشي. انت بتاخدي has او have. has been sleep plus ال ing. has been sleeping. she has been sleeping. هذا كان كل اشي لليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الزمن الجديد، ويعطيكم العافية.